أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أرسلت للشركاء الأمريكيين تقريرا أوليا عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-16. وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن شركاء من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تصنع هذه المقاتلات F-16 يساعدون في التحقيق. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن تحطم الطائرة ومقتل قائدها في أثناء اقترابها من هدف خلال هجوم جوي روسي كبير، بينما قال مسؤول الدفاع الأمريكي لرويترز إن تحطم الطائرة لا يبدو ناجما عن إطلاق نار من الجانب الروسي، وأنه يجرى النظر في أسباب محتملة تتعلق بارتكاب الطيار خطأ أو حدوث عطلة.